روى الإمام مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ خلق النطفة باتحاد أمشاج الذكر والأنثى في أحد قناتي الرحم. لم يكن ذلك معروفا قبل عصر العلم الحالي، فقد كان الاعتقاد قديما حتى إلى عصر قريب، يعني قبل اختراع الميكروسكوب، أن الجنين يتكون من نقطة دم حائض متجمدة يأتيها ماء الرجل بسر الحياة، يعني من 3-4 قرون فقط. وظل هذا الاعتقاد 20 قرنا من الزمان، منذ عصر أرسطو في القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن 17، مرورا بعصر نزول القرآن الكريم، يعني قبل القرآن الكريم بعصر سيدنا رسول الله ونزول الرسالة بعشر قرون، وبعدها بعشر قرون. كانوا الناس يعتقدون أن النطفة تخلق من نقطة دم. ونجد في كتب التفاسير أن بعض المفسرين يصفون أول خطوات تكون الجنين بنقطة دم، وذلك نقلا عما كان متعارفا عليه لدى العلماء في عصرهم، وكان ينبغي أن يتنبهوا إلى نص الآية الكريمة في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وليس في الآية ما يدل على نقطة دم. كلمة أمشاج تشير إلى أمشاج الأم والأب، وفي اللغة مشج أي خلط، والجميع أمشاج أي أخلاط، شيئان اختلطا مع بعضهما البعض فكونا شيئا واحدا. وهكذا ذكرت الآية الكريمة حقيقة علمية لم تعرف إلا في عصر العلم الحالي. وما أن تتحدد أمشاج الذكر والأنثى وتتحد مع بعضها البعض حتى تتكون البيضة الملقحة الأولى، وهي أول خطوة في تكون النطفة، هي الخلية البشرية الأولى، بها كل العوامل البشرية، عوامل الوراثة البشرية، فيها كل النظام الوراثي. الخلية الأولى فيها كل الصفات البشرية للإنسان. وهنا في أول الخلية، أول خلية بشرية، تتحدد طباع الإنسان، أخلاقه، غرائزه، ميوله، جنسه. في الخلية الأولى اللي هي 5 ملم قطرها 5 ملم، 5 ملي، يعني لا ترى بالعين المجردة، تتحدد فيه الطباع والغرائز والميول والجنس وكل شيء. عجيب أن تكون خلية لا ترى بالعين المجردة في كل هذه المعلومات. بعض علماء الكمبيوتر يعني اطلعوا على هذه المعلومات وقالوا إن في هذه البويضة الملقحة التي لا ترى بالعين المجردة معلومات لو كتبت على شريط كمبيوتر لكان طول هذا الشريط المسافة بين الأرض والقمر ذهابا وإيابا. يعني دي تدل على قدرة الله وحكمته وعظمته. تنقسم النطفة بعد ذلك أزواجا أزواجا وتصل إلى تجويف الرحم،
وهناك تتعلق بجدار الرحم لتتغذى على الغذاء الموجود في دم الأم، وتتنفس خلاياها بالأكسجين الذي يجري في دم الأم. بعد 10 أيام يكون الجنين مكونا من 3 طبقات، كل طبقة مكونة من خلايا متخصصة ستكون في المستقبل أعضاء معينة، يعني أعضاء خاصة في جسم الإنسان. ويصير طول الجنين في اليوم 12 مليمتر، مليمتر واحد. وفي الأسبوع الثالث يكون القلب، يتكون القلب وينبض، ينبض القلب. يكون أولا نبض القلب غير منتظم في أول الأمر، ثم تنتظم ضرباته في الأسبوع السادس. ويكون طول الجنين حينئذ سنتيمتر ونص، نص عقلة أصبع. وفي قلب ينبض بانتظام. يعني تصوروا إبداع الخلق، إبداع الخالق. جنين طوله نصف عقلة أصبع وفيه قلب ينبض بانتظام. والقلب الذي ينبض بانتظام فيه نظام غريب وعجيب وإبداع في الخلق لا يكاد الحديث فيه ينتهي. في الأسبوع السابع يصل طوله إلى سنتيمترين، وتتكون فيه الأعضاء المختلفة. علماء الأجنة الأطباء يدرسون الأجنة ويدرسون تكوينها، ولكنهم لا يعلمون من الأسرار التي تجري في الأجنة. إن علم الإنسان بما يجري في الأرحام علم مشاهدة فقط، علم مشاهدة، وليس علم أحاطة بأسرار الخلق. يشاهد العالم أو الطبيب ما يجري أمامه فيدرس ما يرى بالاستعانة بالسونار أو المنظار أو أي فحص آخر، تماما كما أشاهد أنا بالتلسكوب مجرة من المجرات وأصفها وأدرسها. أقول إن عندي أسرار خلق هذه المجرة؟ لا، لا أعلم من أسرارها شيئا، أرى صورتها فقط. وكذلك العلماء، علماء الأجنة، لا يعلمون من الجنين إلا علم مشاهدة فقط. أما أسرار خلق الأجنة فلا يعلمها إلا الله الذي قال ويعلم ما في الأرحام. وإذا شاهد طبيب جنينا بالسونار وقال إنه ذكر أو أنثى، يكون عنده علم بما في الأرحام؟ لا، لا يكون عنده علم في الأرحام، شاهد مشاهدة، شاهد مجرد مشاهدة. يعني إذا لم يستعن بالمنظار أيعلم؟ لا، هو شاهد بالمنظار شيئا فوصف ما شاهد. أما العلم بما في الأرحام وأسرار خلقها فأمر استقل به الله عز وجل. إننا نرى الجنين وطول أقل من عقلة الأصبع، ننظر إليه ولا نبصر منه شيئا، هو نراه ولكن لا نبصر منه شيئا. ولو علمنا أسرار خلقه لذهلنا، فإن في هذا الجنين الصغير الدقيق طول عقلة الأصبع تنزل الملائكة عليه مكلفين بمهمة محددة، وتصعد هذه وتأتي ملائكة آخرين بمهمات أخرى. جنين طول عقلة أصبع وملائكة تنزل إليه وتصعد بأمر الله عز وجل. فالله ما خلق خلقه عبثا، وإنما خلق خلقه على علم وحكمة وتدبر ومقدرة.
ولم يذكر القرآن الكريم عن الملائكة الموكلين بالرحم والملائكة الموكلين بالأجنة، ولكن الحديث النبوي ذكر ذلك كما ذكر ذلك هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أن الإنسان ما خلقش كآدم، آدم خلق دفعة واحدة رجلا مكتمل الرجولة. ليه؟ لأنه ما كان لشيء مخلوق بيد الله أن يخرج من يد الله غير مستقر وغير متكامل، لا يحتاج إلى مراجعة خلق. لكن احنا مخلوقين بالسبب، مخلوقين بالسبب. فالسبب هو الذي يأخذ زمنه، وأما الخلق فبيكون. ولذلك بنفسر دي بأن الإنسان لما يحب يعمل سلطانية زبادي ما بيعملهاش بأنه يعملها ولا يكون سلطانية زبادي، لا، ده بيعملها بأن يضع فيها عناصر تكوين السلطة الزبادي، ثم يدعوها لتأخذ مجراها في تفاعل الخلق. ياخذ اللبن ويحطه عليه شويه السكر ويسيبه، بعدين يسيبه 6 ساعات 10 ساعات، مش قاعد يخلق فيه 6 ساعات، لا، اعطاه عناصر الوجود ثم ترك للوجود ان ياخذ زمنه. القوانين نفسها كذلك الارض، نعم، مش خلقها في يومين، اعطى لها العناصر التي تتفاعل معها، نعم، في يومين، واعطاها في 6 ايام. يبقى إذن الخلق إنما يكون بكم فيكون، إنما حين يخلق الأسباب يتركها تفعل فعلها بأسبابها المخلوقة لله، المخلوقة لله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فيدخل الملك على النطفة، أي موضوع الملك؟ يعني في ملائكة موكلة، الملائكة الذين سجدوا لآدم هم المكلفون بالقيام بمهمته كلها تحت إطار قوله سبحانه: فالمدبرات أمرا. يعني الله، هم الملائكة اللي مكلفون بالأرحام، هم اللي سجدوا، بس هم اللي سجدوا لآدم بس. ولذلك قال الله له: أنت ما سجدتش ليه؟ ليه لآدم؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني اللي مش عملهمش الأمر. يدخل الملك على النطفة، يعني في ملائكة موكلون بالمية وبالزرع وبالهواء، كل واحد. ولذلك أسجدهم الله لآدم كأنه قال لهم: هذا المخلوق هو الذي تقومون على خدمته، تقوموا على ذريته. بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، برضو تقول بقى يعني تفضل تباشر مهمتها بقى، أشقي أو سعيد؟ يعني يطمنوه وهو مراحل. فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ وطبعا الجنين ذكر أو أنثى من يوم بدء خلقه، إنما الملاك لا يعلم، ده يدل على أن الملك لا يعلم الغيب. ما يعلم، ما جاي مراحل ليه؟ بيجي مراحل عشان كده،
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هي الموضوع مولانا بقى دلوقتي 40 يوما، يعني كان الإنسان أقل من 2 سنتي، أقل من نص عقلة إصبع. الجنين قد كده. فيكتب عمله وأثره وأجله ورزقه وتطوى الصحف فلا يزاد فيها. خلاص بقى يبقى كل حاجة، لأن الذي قضى يملك. لا يعطى أجل بوعد إلا إذا كان الذي قضى الأمر يملكه، فكأنه في مراحله يطمئنه في كل مرحلة أن أمره موجود بيده. طيب في هنا بقى يثور سؤال، وكيف يقدر على الإنسان وهو نطفة صغيرة كل شيء؟ ما موقع الاختيار إذن؟ يعني الجبر والاختيار في هذه النقطة. طب أنا يعني هل إنسان مسير بعد هذا أم مخير؟ ما موضع وقد كتب عليه كل شيء؟ سيدي هذا قبل أن يخلق الإنسان عرض عليه أمر وجوده، قالوا أن الإنسان هو الوحيد في الكون الذي عرض عليه أن يتقبل أمانة الاختيار في أن يكون مختارا في أن يفعل أو لا يفعل، أم الكون كله كذلك؟ جمهرة العلماء على أن الذي استشير في هذا الإنسان، نقول لا، الذي استشير في هذا الإنسان كله السماء والأرض والكل، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، لا يكون إيماء إلا بعد عرض. طبعا. إذن فكل الوجود قابل أن يكون مسخرا، لا إرادة له، بل يجري الله فيه ما يريد. ليه؟ قال لك لأن العرض بالأمانة يقتضي أن الله حينما عرض أن يجيب المعروض عليه ما يريد. فإذا كان الإنسان خالص النية يقبل ما عرض عليه، لأن العرض أقوى من المعروض عليه، فيستأمن على نفسه أكثر ما يستأمن نفسه على نفسه. على نفسه. نعم. فلما عرضها على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها. لا مش عاوزين الحكاية. يبقوا طلعوا أعقل خلق الله. ليه؟ لأن الإنسان قد يعرض عليه أمر ثم يستقبله وفي نيته أن يؤديه أمامه، لكن له وقت اسمه وقت التحمل. ووقت اسمه وقت الأداء. فهل يضمن استسلامه عند الأداء كما استسلم عند التحمل؟ ولا طرأت ظروف أخرى؟ السماء والأرض علو مالناش دعوة، ما نأمنش. إحنا قبلنا أن يتصرف فينا كما يرى. إحنا خدوها مرة واحدة، عرض واحد وقبول انتهت. الإنسان جزاها، قال وحملها الإنسان، قال من دلوقتي أحمله؟ إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لأنه ظلم نفسه، بمعنى إن في حاجات ما يقدرش يؤديها على وفق ما اختار يخالف فيه. وليه عمل كده؟ لأنه جهول بما يجد في أمر التحمل والأداء. قبلت منك أمانة بألف جنيه وأنا واثق أني أؤديها، فجدت علي ظروف أخذت مني المال، فملكت أمر التحمل ولم أملك أمر الأداء. إذن الأمانة معناها أنك أنت تتحمل أمر وقت التحمل وتجهل نفسك وقت الأداء. فابن آدم دخل في الحكاية دي، إنما الأرض والشمس والقمر ما دخلوش وقالوا نخرج من باب الجمال ونخلي المسألة في إيده
ولا لنا اختيار لا فيدي ولا فيدي. خلينا نبرر الأمانة. نعم. ده يمكن يفكرنا بحديث رواه الإمام أحمد عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال هؤلاء في الجنة ولا أولئك، وهؤلاء في النار ولا أولئك. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ إذا كان دول في الجنة ودول في النار، طب إحنا هنعمل إيه؟ فقال: على مواقع القدر. الله. نعم، سبحانه. سبحانه. الحق سبحانه وتعالى كتب على أهل النار النار، وكتب على أهل الجنة الجنة. نعم. لا لأنه يرغمهم على أن يعملوا عمل أهل الجنة، إنما هو عارف سكتهم مخمنينها فين. سبق بعلمه. يبقى قدر لأنه علم. الله. مش قدر لأنه يرغم. الله. كما يأتي المنازل مدير المدرسة يقول: والله جات لنا مكافأة للأول في علم الطب في كذا وكذا، فعملوا لنا امتحان عشان نشوف مين اللي هيستحق. فمدرس المادة قال: والله لا ضرورة إلى امتحان، لأنهم معروفين. قال: لا، أنا عايز امتحان. يجيب واحد تاني يمتحن فيصادف كلام الحق. هل كان وقت الامتحان يوم للطالب ما ينجحه؟ لا، ولكنه عالم بمقدمات علمه به ان ده هو اللي هينجح. نقول له: لا، يمكن فاتك شيء. طب ما يمكن لما الولد عرف ان فيه مسابقه يروح يجيب اساتذه كبار ويقعد شهر وياهم ويتعلم، او اللي هيوضع الامتحان نفسه يغششه. أهيدي ما دخلتش في علمك. إنما ما دخلت في علم الله. نعم. هي دي بقى إيه؟ ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. لأن ما دام قدر العليم الحكيم الذي لا تغش عليه المعلومات، يبقى ما فيش حاجة تأتي على غير مراده. من كان يتصور أن بالجنين الصغير الذي لا يزيد طوله عن نصف عقلة الأصبع كل هذه الأسرار في الخلق، هذه الأسرار الغيبية؟ من كان يتصور أن أي إنسان منا في هذا الطور من الخلق كان وحدث له كل هذا؟ من كان يتصور أو يفهم أنه هو في هذا الحجم قد تقرر مصيره كله وتطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص؟ هل يتخيل أي عالم من علماء الأجنة وهو يفحص جنينا صغيرا في مراحل تكونه الأولى أن به كل هذه الأسرار الغيبية؟ أيدعي أحد من العلماء بعد ذلك أنه يعلم ما في الأرحام؟ إن قصارى ما يعلمه علماء الأجنة في عصر العلم الحالي هي خطوات تكون الجنين، ولم يكن ذلك معروفا من قبل أبدا. يعني هذا الفيلم الذي نراه نستعمل المنظار ونرى ونشاهد ما يجري داخل البطن. هذا الرحم هو صغير الحجم إلا أنه يكبر أثناء الحمل. خلال المنظار نرى جسمين كرويين لأنهما هما المبيضان، يضرب لونهما إلى البياض. في كل شهر يظهر نتوء على السطح الخارجي للمبيض، كل نتوء عبارة عن حويصلة بها ماء وداخلها بويضة صغيرة قطرها 5 مليمتر على الأكثر. لاحظوا كيف تخرج هذه الحويصلة، ما أن تخرج البويضة من المبيض حتى تتلقفها أطراف إحدى قناتي الرحم وتدخل فيه. لا يدري العلماء على وجه الدقة ما الذي يوصل البويضة إلى داخل قناة الرحم. لاحظوا قناة الرحم تمتد وتتحرك حتى
تكون في مواجهة البويضة تماما، يعني شيء محسوب ومدروس ومتقن تمام الإتقان، يعني قمة الإتقان. يعني قد يكون السبب أن طرف قناة الرحم تتحرك حتى يصل طرفها إلى سطح المبيض في مواجهة البويضة تماما، ولكن من الذي حركها؟ هذا داخل منظر داخل قناة الرحم في تصميم هندسي في بالغ الدقة والإبداع من شأنه توصيل البويضة إلى الرحم. من هندس هذا؟ من صمم هذا؟ إنه الخالق البارئ المصور. هذه الحيوانات المنوية تتحرك يعني صورة حية لها حول البويضة، حول البويضة وتدور بها دورات. لماذا تدور بها هكذا؟ الله أعلم. احنا نحن نشاهد فقط ونصف ما نشاهد، وبعد ذلك يحدث التلقيح في أحد أنابيب الرحم هذه ونشاهد من خلق الله عجبا في هذا الرحم، وكيف يتكون الإنسان داخل رحم أمه. يعني علمنا كله علم مشاهدة، نشاهد فقط ولا نعلم من أسرار الخلق شيئا، ولا نعلم من أسرار الخلق شيئا. وينمو الجنين شيئا فشيئا في رحم أمه، يعني 9 شهور رحمية، يبدأ صغيرا جدا لا يرى إلا بالميكروسكوب، وينتهي به الأمر إلى جنين طوله 25 سنتيمتر، ويولد ويخرج من بطن أمه طفلا إلى الحياة الدنيا. إنه إعجاز في الخلق لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإنها أسرار في الخلق لا يحيط بها إلا الخالق تبارك وتعالى، ولا نعلم عنها شيئا إلا مجرد مشاهدة، علم مشاهدة فقط. نشاهد ما يجري ونحاول أن ندرس ما نشاهد. لا شك أن أي إنسان منا مر بهذه المراحل في الخلق، ولا شك أيضا أنه حدث له ما أخبرنا به الحديث القدسي الشريف. ومن الملاحظ أن الملائكة لا تغيب عن الجنين، ومن الملاحظ أيضا أن الأجنة لا تعلم الغيب ولا تعلم إلا ما أخبرها به الله تبارك وتعالى. يعني مثلا جنس الجنين ذكر أو أنثى يتحدد من أول الخلية الأولى، النطفة الأولى، تلقيح البويضة. عندما تتلقع البويضة يتحدد جنس الجنين. فإذا تلقحت مثلا البويضة بحيوان منوي مذكر صار الجنين سيكون الجنين ذكرا، وإذا تلقحت البويضة بحيوان منوي مؤنث سيكون الجنين أنثى. إلا أن الملك لا يعلم ذلك، لذلك يسأل: يا رب أذكر أو أنثى؟ وجاء في الحديث النبوي مثل ما جاء في الحديث القدسي، فقد سأل رجل: يا رسول الله، الإنسان في بطن أمه وهو جنين صغير، يكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، فما عملنا إذن في الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لم يقل اعملوا فكل مسير لما خلق له، ولكن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ليه؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا يختار بين البدائل، يميز الخير من الشر،
فلم يجعله مسيرا وإنما مخيرا. ولو علم الناس الحقيقة لعلموا أن كل شيء مقدر عند الله أزلا. تحدثنا اليوم عن بعض المعاني في الحديث القدسي الشريف: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة إلى آخر الحديث القدسي الشريف. وتحدثنا عن بعض المعاني في خلق النطفة في القرآن العظيم، وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.